خويا، أنت كثير من الناس يقولوا بأن أسامة عنصري، بأن أسامة صدامي، والرئيس يجب أن يكون جامع عنصري. عنصري، حدد نعم، المصطلح حتى. عنصري، عنصري في خطاباته، عنصري في كلامه. هذا الشيء ربما أنت قد لم يخلق. أنت لم تحدد الجهة التي أنا من المفترض في نظرها عنصري، حدد. أنت ربما عنصري في جهة الأمازيغية، جهة القبائل، جميل. وكلامك وخطابك صدامي. حينما تضع النقاط على نعم، الحروف تفضل. في هذا بهذا الشكل أجيبك. نعم، من ناحية أنا عنصري، أعتقد بأنه ليس أسامة وحيد من غنى نعم، أغنية من نموذج إذا وجدت عربيا في حديقة بيتي سأقتله، بل لا أكتفي بقتله ولكن أذبحه. هذه أغنية مش أسامة وحيد، أظن آية من جلات على ما أظن. أظن أنني لست من قال بأن يجب على العرب، هنا أنا لا أتكلم عن العروبة، أنا أتكلم عن الجزائريين. يجب أن بعض أغلبية الجزائريين، الأغلبية، يجب على أغلبية الجزائريين اللي هم العرب، اللي هي العروبة انتماء وجذورا ودما، أن يذهبوا إلى الخليج أو إلى السعودية. فقط حتى أوضح شيئا، إذا كان يجب أن تقول لانصرف من هذا الأرض، إذا لم أكن جزءا من هذه الأرض فيجب أن تقول انصرف أيها السيد إلى مكة وليس إلى السعودية، وأنت أعلم بما تعني مكة. أنا قادم من بلاد النور، إذا لم تكن هذه بلدي وهذه بلدي. كيف تنظر إلى اللغة الأمازيغية؟ اللغة الأمازيغية يا صديقي، أنت أسميتها لغة، أنا أسميها لهجة. اللهجة الأمازيغية تراث ثقافي، رغم أني أبحث عن هذه الثقافة التي من المفترض أن لها شواهد، لها كتب، لها قصائد، هي لغة أمازيغية الآن بحق الدستور. أنا لم أسميها، معناها هذا موجود الدستور في يا الدستور صديقي، الجزائري. هذا الدستور الذي تتكلم عنها، المفترض أن من صاغه، من نسميهم الآن عصابة، المفترض أن من صاغه هو سي يحيى أو سي حداد أو سي ربراب، والقوم الذين نسميهم الآن عصابة، واللي راهم ثاير عليهم الجماعة على أساس أنهم عصابة. المفترض أن اللغة، اللهجة الأمازيغية، أن تمر من خلال الشعب، كما قالها الرئيس يوم كان رئيسا وليس بعد أن كان قاعدا. يعني يكونوا واضحين، أنا الآن لا أبحث عن معارك ولا عن شهرة أو إطارة ملفات معينة، لكني أتعمد أن أسمي الأشياء بمسمياتها. فضل. الأمازيغ أحرار، مع العلم كلمة أمازيغ في حد ذاتها. نعم. سأسألك سؤال مباشر، أنا فضل. أنا نولي صحافي الآن، طب متى ظهرت كلمة أمازيغ؟ لا، سؤال. أنت أجيب. سؤال. أنا أتحدث عن سؤال. اللغة سؤال. الأمازيغية. أتعلم بأن كلمة أمازيغ ظهرت سنة 1981؟ يعني قبل الآن كنا نسمي بربر. بربر. الأمازيغ كلمة مستهدفة، حالها من حال الفرشيطة، الراية، ما تسمى الراية، وهي في الحقيقة راية، ما تسمى الراية الثقافية. نعم. تم تصميمها عام 1971. إذن كيف تعبر راية على حضارة عمرها 5000 سنة؟ الراية تم اختراعها وتصميمها عام 1971، وهي تعبر عن حضارة يقال أن عمرها 5000 سنة. إذن لما أسامة يكون رئيس سيلغي اللغة الأمازيغية ويرجع؟ لا، لن ألغي اللغة الأمازيغية. من حق الناس أن يتكلموا بثقافتهم التي يريدون، من حق الجزء أن يحافظ على خصوصيته. نعم. لكن ليس من حق ذلك الجزء أن يفرض خصوصيته على أساس أنه هو الكل. القضية تتعلق بأمر واحد. نعم. يجب أن يقتنع الجميع بأننا كلنا جزائريون. لا يوجد شيء اسمه عربي وقبائلي وشاوي ومزابي. الكل. بحديثك عن الكل. الكل. نحن نتكلم عن الكل. نعم. نحن بحديثك عن الكل. نحن نتكلم عن أمة، لا نتكلم عن قبيلة أو عرش. نعم. بحديثك عن الكل. الذي يريد أن يتميز، الذي يريد الجزائري أن يتميز عن بقية الكل، هو الذي يمارس العنصرية. هو اللي حاب يقول لي أنا شعب آخر، أنا الشعب الممتاز. نعم. بحديثك عن الكل وبحديثك عن الأمة والجزائريين، هل يستطيع أسامة وحيد أن ينزل مثلا إلى ولايات تيزي وزو أو بجاية أو بويرة، لأنه رئيس يجب أن يخاطب كل جزائريين لأنه هذو أصحاب اللهجة؟ متى؟ وأنا رئيس أم وأنا مرشح؟ أنت رئيس أو أنت مرشح أو وأنا رئيس أو أنت تقوم بالحملة الانتخابية؟ وأنا قبل أن تكون رئيس تقوم بالحملة الانتخابية؟ وأنا رئيس. أعتقد أن ولاية زوزو رقم 15 ولاية داخل الجمهورية مثلها مثل أي ولاية، هي وبجاية. وقبل أن تكون رئيس؟ قبل أن أكون رئيس، هاتان الولايتان لا يعنيان البتة، لسبب بسيط، أنهم أصلا من عام دقيوس كما يقولوا لنا ما مش يشاركوا في الانتخابات ويفاخرون. هم يشاركوا مخاخ في البكالوريا، مخاخ في كل شيء، في الصناطراك، في صناع الغاز، في البحر، في السجر، مخاخ في كل شيء، لكن ما
بالنسبة للانتخابات التي تعتبر واجب وطني، والآن أنا أسميه فرض عين على كل جزائري يريد أن يغير مسار وطنه، يريد أن يحافظ على ما تبقى من هذا البلد. نعم. هذا الولايتين هم أهلنا، أنا أتكلم عن الأمازيغ الأحرار، عن القبائل الأحرار، هم أهلنا، أصهارنا، أخوة الأولاد بكل بساطة. إذن ما كان لها نزيد عليهم، هم من بكري يفاخرون ويصرون على أنهم ليسوا جزءا من الانتخابات. إذن أنا لا أذهب إلى كتلة لا تنتخب. نعم. أستاذ وحيد، أنت قبل أن تكون مرشحا وراغبا في الترشح لكرسي المرادية، مسيرتك إعلامية بعد.